طيب نفس الحديث بوب عليه الإمام البخاري التبويب التالي، نسمع. باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. نعم، الآن الإمام البخاري يريد أن يثير مسألة متعلقة بالإجارة، ما هي؟ ما هي هذه المسألة التي أثارها الإمام البخاري فيما يتعلق بالإجارة؟ واضح جدا يا جماعة، اقرأ لهم كمان مرة بالله. باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. نعم، ما معنى هذا التبويب؟ واضح جدا المسألة التي يريد أن يثيرها الإمام البخاري. تفضل. تطلب من شخص أن يعمل معك وأن تستأجره بعد 3 أيام مثلا أو بعد. نعم، أنك إذا هل يجوز لك أن تستأجر أحدهم من الآن لكن بدء العمل بعد 3 أيام، بعد شهر، بعد أسبوع، بعد مدة، هل هذا جائز؟ الجواب، الإمام البخاري يقول لك جائز. وكيف استدل الإمام البخاري بذلك؟ كيف استدل الإمام البخاري بذلك؟ نعم، أنهم قد وعداه أن يبدأ بالعمل بعد 3 أيام. فإذا ماذا يصبح معنى هذا التبويب؟ ماذا يصبح معنى هذا التبويب؟ سهل. أيوة، هذا باب في جواز إذا استأجر أجيرا، في جواز استئجار، جواز استئجار أجيرا يعمل له بعد 3 أيام خلص أو بعد شهر. أحسنت، أو بعد سنة. في عقود تكتب الآن في زماننا، سنبدأ بتنفيذ المشروع بعد شهر، بعد شهرين، ادفع. هل يجوز أن يدفع؟ الجواب نعم، هو دفع، وهذا الدفع مقابل أن يبدأ العمل بعد شهر. هل موجود في الشرع؟ نعم موجود. نسمع الحديث مرة أخرى من طريق أخرى عند الإمام البخاري. نعم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال. بعد 3 ليال براحلتيهما، بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3. نعم، فإذا أين الشاهد الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث؟ واضح جدا، أين الشاهد الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث؟ تفضل. ووعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما. نعم، ووعداه غار ثور بعد 3 ليال.